من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الولايات المتحدة والدول الغربية لا تريد أن ترى آلية تحقيق شفافة حول استخدام دمشق للأسلحة الكيماوية. إلى وضع مشروع القرار الجديد من الدولة البوليفية، حيث ينص هذا المشروع على تصحيح عمل هذه الآلية لتحقيق المشترك لكي يكون هذا العمل غير متحيز ونظيف. وإن كون الولايات المتحدة مع حلفائها قد استخدموا أيضا حق الفيتو، هذا يعني أنهم لا يريدون أن يروا هذه الآلية نظيفا وفعالا. وإن كون السيدة كيلا المبعوثة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة في مجلس الأمن قد صرحت أن جميع محاولاتها للاتصال بمبعوثنا السيد فاسيلي نيبنزا في الأيام الأخيرة للاتفاق على نص مشترك متوثق، فهذا كذب واضح ومباشر. فنحن كنا نقرأ جميع التقارير